من جديد لستك مع ما تبقى من مشواري الصباحي معاكم ومطبخ يوم جديد لمشخص اليوم في داخل مكي مول بمهرجان الزيتون الوطني. طالما في زيت زيتون معناته يا خبز بزعتر يا خبز بلدي، يا اما بده يكون في عنا كعك فلاحي، يا اما بنكملها بالمفتول. وبما ان احنا طلعنا بالمفتول فاكيد رح نكمل المشوار مع كعك الاساور الفلاحي مع ام كمال سيد من عمل كعك فلاحي. الله يسعدك. قاعده بتخبز هي والصدوره اللي انتم شايفينها مع الفرن العربي ابو بابين، هذا اللي بيرجعنا ابصر قديش سنه لورا. كيف حالك ست الكل؟ الله يسعدك حبيبه قلبي. احنا المقادير امامنا، رح اعطيكم المقادير بشكل سريع بطريقه ام كمال، والحلو من هيك انها لا بتحط سكر ولا خميره ولا حليب. نعم نعم صحيح. يلا مقادير تحضير الكعك الفلاحي بزيت الزيتون البلدي. بدنا كيلو طحين تقريبا، ينسون مطحون معلقتين كبار، شومر مطحون معلقتين كبار، بالإضافة لمعلقتين من الأزحة، سمسم اختياري، كوب من زيت الزيتون البلدي البكر، بالإضافة إلى كوب من الزيت النباتي، تمر مطحون وماء للعجن، والعجينة لا فيها سكر ولا خميرة ولا حليب. يلا ست الكل بسم الله نبلش. يلا يلا ست الكل رح نحط المكونات مع بعض، هي سريعة خفيفة لطيفة، كله نواشف بعدين زيت بعدين نعجنه مع المي وبسم الله. بسم الله. صحيح. يلا هذا هو الكعك الفلاحي. الكعك بركة وسهل وسريع وكتير زاكي، والأحلى أنك أنت اللي بحبوا الكعك سخن زيي. أنا باجي عند أم كمال بأخذ الكعك سخن من قلب الفرن. صحيح. يلا إذا بتسمحي لي رح بس نرفع لكم مشوار. الله يسلم عليكي. يلا ست الكل إذا نطحين وشومر وينسون والأزحة اللي هي حبة البركة أو الحبة السوداء والسمسم اختياري. نعم. لأنه إحنا السمسم في ناس كتير عندها تحسس من السمسم بيعمل حزاز. أيوة. نعم صحيح. فبنختصره يعني. يلا إيش أنزل لك هلا؟ هلا الزيت البلدي أو الزيت خلينا بزيت الزيتون البلدي. يلا بسم الله. زيت السنة زيت السنة الله يديم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا البركة من الله قولي يا رب. لا بسم الله. أيوة يا سلام. طبعا هو كثير زاكي مفيد. بيقدروا يخلطوا ام كمال طحين ابيض وطحين اسمر؟ طبعا اكيد بيقدروا. بسم الله ما شاء الله. تمام. انت بعد قديش بتبلشي تشتغلي فيه؟ يعني دغري مباشره، بس يعني بحضر التمر بحضر الصدوره وببلش اشتغل. والتمر يبهروا زي ما بدهم. أيوة. ولا ساده؟ انا بصراحه ما ببهره، بس اللي بيحب يبهره ببهره، بس يعني للمعمول اكيد لازم، لمعمول السميد لازم نبهره. نعم. اذا حطينا زيت الزيتون والزيت النباتي حسب المقادير المذكوره بالوصفه واللي ظهرت امامكم. بتعجنوا وبتريحوا بعدين رح تحطي عليه مي. اكيد. أساعد أنا جاهزة يعني. ردي أنا تحت أمرك. أوكي. تمام. هلأ هون أنت بدك تخليه يتشرب شوي بعدين بتعجنه بالماء. خليه يتشرب. عشان تشكل لنا أم كمال. شايفين هذا البورد الخشب اللوح؟ هذا مرافقها في كل المهرجانات. صحيح. انطباعك أم كمال بشكل سريع عن المهرجان. مهرجان كتير رائع. يلا نغير القلبس. نعم. رائع يعني بصراحة، وفيه كتير أشياء يعني من التراث. يعني بصراحة وبتشوفي كل الأشياء التراثية فيه. حلو. والزيت حلو. والزيتون. طيب هلأ أم كمال تبقى تحكي مع الناس اللي جاي وإليها بتتحرك زي هيك زي ما أنتوا شايفين، بتحكي معاه وعينها مش على الشغل. أنا رح أعمل فيها اختبار بس لما تبلش. يلا قولي بسم الله. يلا يلا يا ستي. يلا أنا عارف أنك ما بتعرف تشتغلي بجلافز وإيديها نضاف. أيوة. رح أخليكي براحتك. أوكي. قولي بسم الله. بسم الله. يلا تشتغل بدون ما بتطلع على شغلها يعني قديش لك كم سنة؟ أنا صلي 10 سنين. ما طلعت شفتوا؟ يلا نقول بسم الله بعد بسم الحبة الله. الأولى خليها براحتها. ماكينة. بسم الله ما شاء الله صلاة النبي. الله يسعدك. الله يطرح لك البركة يعطيك الصحة والعافية. يسعد عمرك. يلا بسم الله. ها. اللي بعده اللي بعده ايدها ميزان كل حبه وحبتها بنفس الوزن ونفس القطعه. ايوه. كيف وانا اباغتك اليوم. يسعد هالايدين ويسعد هالروح ويسعد هاللبس الحلو. يسعد عمرك ميزان. حنشوف الكعكات. الكعكات هيك بتشتروها بالكيلو ولا بالنص كيلو؟ بالنص كيلو. احنا رح اهرب لا انا بدي سخن. لا سخن انت. زوجها كمان بيساعدها. اشي بشهي الريحه
ريحة زيت زيتون بلدي أصيل. لو مسكنا الحبة وقسمناها شوفوا توزيع التمر، توزيع تمر واضح جدا، لا عجين لحال ولا تمر لحال ولا إشي فاكت عن بعضه، إشي كتير بشهي. أم كمال موجودة بكعكاتها الطيبين، كعكات أم كمال في داخل مهرجان الوطني للزيتون. يلا أخذت الإيد. أخذت الإيد كمان. أسكر عيونك، عجبك الموضوع؟ عجبني الموضوع. يلا بدنا نختم، احنا للاسف وصل مشوارنا للختام. قولي اللي بقلبك اللي بروحك انطباعك عن هالمهرجان الفخم، يعني اشي فخامه بصراحه. بصراحه كثير كثير المهرجان كثير حلو ورائع، واللي قائمين عليه كثير ناس ما شاء الله متعاونين. ويعني بصراحة يعني اي شيء بدنا اياه بيأمنوا لنا اياه. نعم. والحمد لله احنا كثير مبسوطين يعني. الحمد لله حبيبتي. الله يسعدك بوجودك. طبعا احنا مبسوطين. الله يسعدك يعطيك الصحة، واشوفكم دائما بأعلى المراتب. الله يسعدك حبيبتي، وهالابتسامة تضل مزينة وجهك يا عمر. شكرا لتلفزيون الأردني حبيبتي.